ريتا خلقت بيا ما بتعرفه، هو ما بيعرف إذا بنته خلقت ولا لا، شو ذنبهم؟ إذا عندهم شوية ضمير، شوية ضمير. حضرتك كنت لاعبة معروفة جدا في كرة القدم التونسية. ما في قانون بيخول لأي إنسان إنه بيغير من مرة لرجل أو من رجل لمرة. نعم. رجع لي مستحقاتي كاملة حتى ما أطلع اليوم معك. بس أنا رفضت. اسمع، بعد يومين ثلاثة بعد ما مضيت العقد إنه التغوا حفلات أبو ظبي كلها. وروي سافر براد أبو ظبي. أما كريستين بوكان كان عمرها 5 أسابيع تم تسليمها لجمعية سان فانسون دو بول بالأشرفية. اللي بيعرف أي شيء عن ناظم هاني رومية رجاء رجاء الاتصال فينا على قناة الجديد. للنشر مع طوني خليفة، تنين بعد الأخبار على الجديد.